خلاني صمم هذا الماسك هو ابن اختي بيلعب كرة قدم وتعرض لإصابة بأنفه، وإذا بده يعمل هذا الشيء برا هو شيء كتير مكلف، وحتى بده يضطر يسافر لأوروبا حتى يعمل هذا الشيء. أول خطوات رحنا عند دكتور العظمية لأعمل سكان 3D للجمجمة، ما كانت موجودة، اضطريت استعيد عنها بصور اكس راي للجمجمة المصاب. بعدين حولت الصور للكمبيوتر لحتى أقدر أبني هذا الشيء افتراضي عن طريق البرامج. الهدف كان مو تجاري نهائيا، كان هو تحدي اني اقدر اعمل مثل هيك ماسك برغم الظروف اللي عايشينها عنا بسوريا بابسط التقنيات اللي هي الطابعة ثلاثية الابعاد.